دعت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان حكومات الدول الأوروبية إلى تحديد ميناء يمكن لسفينة إنقاذ خيرية أن ترسو عليه لإنزال أكثر من 140 مهاجرا أنقذتهم في البحر المتوسط. وأنقذت السفينة أكواريوس التي تديرها مؤسسة فرنسية ألمانية خيرية ومنظمة أطباء بلا حدود 141 شخصا في عمليتين منفصلتين قبلة السواحل الليبية قبل عدة أيام.